القصة اللي غادي نتناول اليوم ولا في الخيال ولا في الخيال. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. أمطار الخير تتهاطل بمدينة خنيفرة. قصة اللي غادي نتناول اليوم ولا في الخيال. محمد 54 سنة 33 عام تعيش في الغابة. حاليا دخل المدينة ولا زال العقل ديالو كاين في الغابة. الجثة ديالو في المدينة والروح في الغابة. شوفوا معايا التفاصيل. محمد الشتا كاينة وغادي نتناول الملف غادي تعاود ليا. مرحبا. أنت دابا في خنيفرة وعقلك كلشي في الغابة. كيفاش؟ كيفاش دخلتي لهاد الغابة؟ كيفاش عشتي فيها؟ كيفاش تجابوك هنا؟ كيفاش باغي ترجع للغابة؟ عاود ليا. السلام عليكم، معكم محمد فردو من مدينة خنيفرة. أنا واحد الإنسان كنت عايش في الغابة من 1982 وأنا تمايا، وحتى وليت درت واحد العشوشة وليت ساكن فيها بحالي بحال الناس بحال أي واحد. راه كيعرفوا الناس يعرفوا كلمان خاوي 12 عام وأنا ساكن تما، درت واحد العشوشة بقيت ساكن فيها مدة ديال واحد الوقت يعني بزاف. نادو الوالدين قالوا شنو غادي نديرو، نجيبو هاد السيد هذا اللي هنا ندخلو لخنيفرة، بقى هو غير الغابة الغابة، راه نجيبو. قالوا ورا غادي يجوجوني على أساس باش زعما أنايا نهبط من الغابة. وبيعت المرا عاودت ليها شنو كاين وقبلات عليا بداكشي اللي كاين، طلعت معايا حتى هي للغابة وكنا بقينا عايشين تمايا، وولدنا الولاد ديالنا تمايا. وبالبهايم ديالي تاينا يعني كان عندي واحد الحاشاكم واحد الحمار باش كنت نتنقل، كانوا عندي المعيز تاينا تمايا. صافي بقيت ساكن تمايا. الناس راه كلشي ديال خنيفرة تيعرفوا هذا سميتو. شحال انت ساكن في تما بالضبط؟ شحال دوزتي في الغابة؟ 33 سنة. 33 عام هادي تعاود ليا. قلتي مشيتي من انت عندك 16 عام، كيفاش اكتشفتي الغابة؟ شنو لقيتي في الغابة؟ كيفاش عشتي بوحدك في الغابة؟ شنو لقيتي تما؟ كيفاش كتبات الليل؟ كيفاش؟ صافي لقينا واحد الحرية تما، الشجر والماء والحيوانات ديال الغابة والأسماك، الأعداد ديال الأنواع ديال الأسماك اللي تما حتى هما. صافي لقيت واحد العالم في الواد، في الراك، في بحيرة. سميت هذاك الواد؟ قال ما مازكزا، ماشي واد، هو بحيرة. بحيرة قال ما مازكزا، معروف هنا في إقليم خنيفرة. صافي ولا بنادم تيعيش غير من تما من الغابة، غير من الحوت هاكايا. أنا كنتيش كتخاف؟ لا لا ما كانش، ما كانت مأمنة، ما كانش الخوف. كانوا الناس تيجيو لتمايا من بعد تيدوزو ديك الفترة الزمنية ديالهم ديال المخيم ولا تيمشيو عادي، ما كاين زعما علاش تخاف. صافي بقيت على داك الحال حتى 2015 ناض واحد الفقيه من الدوار بعيد على البحيره، راه 12 عام وانايا تمايا بوحدي تندور. مشى لعند شي سكان تمايا حرضهم، جاو صبحوا عندي تما مع الصباح في 5/5/2015. قال لهم يلا هزوا لي حوايجو انا قد بشغلي، وما يتماطاو الحوايج ديالي وهزوهم بعدهم. صافي لي حد الساعة رجعت انا لهنايا، انا باقي تالف، انا فريدو ها هو هنايا في الغابة، وليني العقل راه في الغابة، انا هنا في خنيفرة وليني العقل ديالي راه في الغابة. وهادشي راه الناس كاملة تتعرفو، راه انا اللي قلت له ذات يوم رأيت نفسي في المرآتي وأجهشت بالبكاء ما أغبى أيام الشباب، لكن سحابة من الفخر والاعتزاز كانت تسري في جسدي، لأنني كنت أحب أجلمام. لا أحد يحبه كما أحببته أنا، ولا أحد يعرفه كما أعرفه أنا. ورا الشارع ديال خنيفرة راه تيعرف شنو هو فريدو، لحقاش المتنفس الواحد ديالنا في فصل الصيف هو داك أجلمام. تيطلعوا فوقيته ديال الصيف تيلقاوني تمايا، تيطلعوا فوقيته ديال الشتا فاش يكون الثلج ولا تيلقاوني تمايا. يعني لقيت واحد العالم، انا محتاج للناس والناس في نفس الوقت محتاجين ليا تمايا. قلتي لي قبل من التصوير انا في المدينه جوت بلا روح، قلتي لي انا مريض بغيت نمشي للغابه. بغيت نطلع اخويا للغابه، عييت والله الا عييت، انا القلب ديالي باغي يطردق لحقاش كنت عايش واحد العالم وجيت ورجعت لواحد العالم اخر يعني. وغي كواك
غير البساله ديال الفقيه ودوك اللي معنا ما بيني وبين حتى شي واحد حتى شي حاجه. انت ديك العشه اللي عندك تما ما عندك لا اوراق لا والو ارض الله. داك الشيء كان ما كاينش اللي تيهضر، كنا دايرين العشه الخيمه كندير واحد طنط بيربير حتى هي تمايا كنت ساكن فيها، واحد القيطون ديال بلدي بحال هكا على حساب الكوزينه. ولا ولاد كيفاش كانوا كيقراو كيفاش؟ ولادي كنت باغي ندير لهم الانتقال تما، شويه قالت لك واحد الام ديالي لا غيبتهم لي انا لهنا يجلسوا يقراو هنا. انت بقيتي في الغابه وهما كبروا مع الوالده؟ غيبتهم هنا تيقراو، ولكن في الصيف تيطلعوا لعندي لتمايا هما والام ديالهم. والام ديالهم خطره فاش تكون مساليه كطلع لعندي، فاش يكون عندها شي شغل هنا كتعاون ولا كتهبط لهنايا. واحد الام الحنونه هي اللي معاوناني حتى هي بهذا الشيء ديال باع الزمان. وما انا راني غير واقف دابا يا اخي، ما خدام ما ردام، ما صافي القلب ديالي انا قريب الفجر وربي اللي مشاهد عليا. ما عرفتش اخويا علاش غير كوكو كنت زعما انسان تيتعامل تعاملت مع كل شيء، لا مع السلطات ولا مع دوك يعني دوك السكوان اللي قراب لا قلمام، لحقاش السكوان اللي قريب ليه بعدين تقريبا بشي جوج كيلومتر باش بعدين على قلمام، كنت مع تنتعامل مع كل شيء. وهذا هو اللي كاين يا اخي. دابا ما حملتيش المدينه؟ ما عنديش مع المدينه، انا ما عنديش مع المدينه، راهم عارفيني. ما شنو هي الذكريات اللي عندك في الغابه؟ شي حاجه اللي زوينه واللي خايبه في الغابه عشتيها في هذيك الغابه؟ انت قلتي 12 عام ملي تزوجتي، ولكن انت قلتي 33 عام، دابا واش 33 عام اللي كنتي في الغابه ولا 12 عام؟ 33 عام وانا تما في الغابه. مزيان، هذيك 33 عام شنو الذكريات اللي عندك فيها، لا المزيانه ولا الخايبه؟ عاود لي. بحال اش نقولك الذكريات الخايبه، بحال اش ما عنديش زعما شي ذكريات نقول انا تما وقعت لي شي حاجه خايبه تمايا، انا ما عمر شي واحد وصلني تمايا ولا تما. داكشي داك العش اللي قلتي لي، قلتي لي ما بنيه ما والو، ما عندك حمام، ما عندك مرحاض، كيفاش كتقضي الحاجه تما؟ كيفاش كدير؟ بغيت تما في الغابه كاع الا هزيت انا شي بالا ولا تنحفر شي حفره بحال هكا وتنقضي فيها الغرض ديالي، ومن بعد تنبقى نردمها وصافي. والما ديال داك الله كني تمايا دوك يعني دوك السكان اللي قرابي ليا تمايا هما بنفسهم كانوا كيعاونوني بالعبره ديال القماح، كاين اللي كل باش كان تيعاون لا انسان ساكن تما بوحدو. شحال ديك القريه بعيده على الغابه؟ شويه تقريبا بعيده بشي جوج كيلومتر. انت بوحدك اللي كنتي في الغابه؟ غير بعض السكان، اما القريه راه بعيده ب 15 كيلومتر. كنت نتوفر على صيدليه تمايا في دوك السكان اللي بعاد على الله، اللي هذا حرق راسو بالماء ولا ضرب راسو بالشاقوره ولا كان عندي انا تيجي لتمايا تندير له الاستعجالات بحال هكا الدواء ولا على ما يمشي للخنيفره، لحقاش اقرب مستوصف بعيد عندنا ب 15 كيلومتر. يعني كنت معروف حتى عند السلطات، السلطات بنفسها الا كانت بغات شي حاجه ولا تما كانت تجي لعندي تما، انا اللي كنت نساعدها. السكان اللي تما الناس اللي كيطلعوا لتما دوك المصطفين ديال الخنيفره راه تيعرفوني وتيعرفوا المعامله ديالي. ما واحد حتى جا الفقيه هو اللي قسم عليا هذه المكتبه، انا جالس تنقاسي وراني تنصيفط للمسؤولين ومازال تنصيفط ونتمناو الخير. انا انسان ماشي ديال الاحتكاك، ماشي ديال الاصطدام، تنتسنى ربما شي حل من المسؤولين ولا من دوك الناس في كل هذا المشكل نرجع للغابه. انا راني صافي ما انا متعود غير على الغابه. انا دابا هنا جالس بحال انسان عالي على المجتمع وحتى على ولادي، ما بقيتش انا كاع تنضبط شي حاجه. ولدي راه تزاد عندي دابا بربع سنين مازال ما فرحتش به، مازال ما عرفتش كاع شنو واقع ليا. واش كتعيش دابا؟ ما عندكش؟ ما عنديش، راه ربي اللي شاهد، راه ما عنديش اي سر غير الام ديالي مع واحد لانتريد الوالد ديال لي زونسيان كومباتا، هي باش راه حنا تنسمتو المراه راه كتخدم عند العيالات، وانا انا جالس كي غير هنا في الدار كيما شتي رب البيت. انا وليت دابا بحال رب البيت، نشد الدراري ونعطيهم يفطروا ونديهم للمدرسه ونرجع شتي، راه كلشي راه تيعرفوه الناس. ما شغادي نقول يا اخي لا اله الا الله محمد رسول الله، والله ما عرفت من تلي ولا قلتي لي كانت عندي الصحه في الغابه، جيت هنا ما بقاتش عندي. مزيان، دابا الا رجعتي انت لتما تشوف راسك رجعت لك الصحه. ايوا بربي شاهد. يعني التاثير النفسي. يعني باغي نتحرك، باغي انا غير هاد الايامات جالس مع راسي وتنقول ويلي واش انا شديت لانتريد دابا، واش انا وليت صافي تيبان لي تهدمت، ما بقيت لايق حتى شي حاجه. مازال تما في الغابه كتحرك، اي واحد بغى شي حاجه كتساعدو تتعاون. وراحه البال، وراحه البال، الهدوء، وتتشوف الحيوانات، القرود، الميلون نوار،
الاسماك ها يعني عالم تما ما عشتوش انا هنايا، انا تما عشت واحد العالم ديال الغابه، حيت تنقولوا الغابه يعني راه الغابه. جيت لهنايا ما بقيتش داك الانسان اللي كانت متوال مع داك ديك الطبيعه ديال تمايا. واش غادي نقول اخي ما لا اله الا الله محمد رسول الله، مألم 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 بزاف. الله يفرج عليك يا رب. شاهد عليا ونتمنى يكون شي حل ان شاء الله من هاد السلطات هادو، يفكوا لي هاد الحل نرجع نخدم على وليداتي. ما اش غادي نقول لك، تخلطوا عليا العرارم وربي اللي مطالع. ماشي مشكلة اخي، ماشي مشكلة اخي. محمد الله يفرج عليك يا ربي وانا معاك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصة ولا في الخيال، 33 سنة عاش في الغابة، القراصو كبر القراصو في المدينة بضغوطات وهو يتنفس بالحياة ديال الغابة. قصة كتألم، وكبر وكبر مسكين 54 سنة، ليست من الأمر الهين. كنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربة أننا نساعدوا محمد في الظرفية الراهنة باش يعيش في الحياة ديالو طبيعي، شأنه شأن أي مغربي. أمطار الخير تتهاطل، وهذا الكلام والاتصال ديالو بيا شخصيا ألمني بشكل كبير، وقلت لي غادي نجي لعندك وغادي نحكي معك، غادي نشوف معك القصة ديالك نسمعها من عندك وتعطيها لي من قلبك. حقيقة 33 سنة ماشي ساهلة، ربى الكبدة على الغابة والأمنية ديالو رجع للغابة، ما تيعيش حياة مستقرة في المدينة. مشاهدينا الكرام غنوضع رقم الهاتف ديالو، كل من ساعد الأخ محمد في هذه الظرفية أجره محسوم عند الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.